بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. درسنا اليوم في مادة الفيزياء في الوحدة الثانية الدرس الثالث، وهو درس المحولة الكهربائية. التيار المتناوب أعزائي الطلاب الذي تعرفنا عليه في دروسنا السابقة يمكن رفع توتره أو جهده أو خفضه باستخدام المحولات، لأن الدارات التي سوف نستخدم فيها هذا التيار تحتاج أحيانا إلى توتر أو فرق في الكمون مرتفع بعض الاستخدامات، وبعض الاستخدامات تحتاج إلى توترات منخفضة. فكيف يمكن رفع وخفض التوتر وشدة التيار باستخدام المحولة الكهربائية؟ أيضا أعزائي الطلاب، في محطات التوليد التيار الكهربائي تكون أحيانا بعيدة مئات الكيلومترات عن أماكن الاستخدام، مدن التي سوف تستخدم هذا التيار، فكيف يمكن نقل التيار الكهربائي كل هذه المسافة دون أن يكون الضياع كبير؟ إذن يجب تخفيض الشدة، ونستخدم تخفيض الشدة أو رفع التوتر باستخدام المحولات. إذن ما هي المحولة وهي عنوان درسنا؟ المحولة الكهربائية هي الجهاز الذي نستخدمه لكي نرفع أو نخفض التوتر وشدة التيار الكهربائي المتناوب. إذن تعريف المحولة الكهربائية. إذن المحولة الكهربائية، يمكن أن نعرف المحولة الكهربائية بأنها جهاز يستخدم لرفع أو خفض التوتر، ونقصد بالتوتر أي فرق الكمون والشدة للتيار الكهربائي المتناوب، وهي تعتمد على حادثة التحريض الكهرطيسي، وتعتمد في عملها على حادثة التحريض الكهرطيسي. مبدأ عمل المحولة أو مكونات المحولة. إذن من ماذا تتكون المحولة؟ مكوناتها. تتكون المحولة أعزائي الطلاب من نواة من الحديد، أي قطعة مستطيلة من الحديد بهذا الشكل. إذن لدينا نواة حديدية تتكون من حديد لين وليس حديد فولاذي. إذن من كون حديد اللين، هذه النواة الحديدية يلف على طرفيها في أحد أطرافها وشيعة. هذه الوشيعة أو ملف ندعوه الوشيعة الأولية. هذه الوشيعة الأولية تربط إلى مأخذ للتيار المتناوب الجيبي. الطرف الآخر أيضا نلف عليه وشيعة أخرى، هذه الوشيعة ندعوها بالوشيعة الثانوية. تربط هذه الوشيعة الثانوية إلى الحمل، مثلا مقاومة أو جهاز المستخدم. إذن إلى الحمل. إذن مكونات المحولة أعزائي الطلاب كما رأيتم بهذا الشكل. إذن تتكون المحولة من واحد وشيعة أولية، واثنين وشيعة ثانوية، الوشيعة الثانوية، وثالثا نواة من الحديد اللين. الوشيعة الأولية يكون فرق الكمون بين طرفيها يو بي، وشدة التيار التي تمر فيها IP. طبعا I effect أو max أو أي من قياسات التيار الكهربائي. إذن UP هو التوتر بين طرفي الوشيعة الأولية، وشدة التيار فيها IP. طبعا B رمز من رمز برايمري أو ابتدائي أو أولي. إذن الوشيعة الأولية. الوشيعة الثانوية أعزائي الطلاب يكون فرق الكمون بين طرفيها US، وشدة التيار المارة فيها التي تصل إلى مقاومة الحمل هو IS. وتأتي كلمة S من secondary أو ثانوي، أي وشيعة الخروج، وهنا وشيعة الدخول. تكون عادة الوشيعة التي يكون فيها فرق الكمون أكبر تكون تستخدم أسلاك رفيعة، لأنه سوف يكون شدة التيار فيها أقل. أما الوشيعة التي يكون فيها
فرق الكون أو التوتر أخفض، فتكون الشدة أعلى فيها، فتستخدم فيها أسلاك سميكة. عادة أو يجب أن يكون عدد لفات الوشيعة الأولية يختلف عن عدد لفات الوشيعة الثانوية، أي عدد لفات الوشيعة الأولية هو NP وعدد لفات الوشيعة الثانوية NS. إذن مكونات المحولة وشيعة أولية عدد لفاتها NB وشيعة ثانوية عدد لفاتها NS ونواة من الحديد اللين، وهي مكونات المحولة. الفقرة البعدة أو ما هي مبدأ عمل المحولة؟ إذن مبدأ عمل المحولة، مبدأ عمل المحولة أعزائي الطلاب، كيف تعمل المحولة؟ المحولة جهاز قلنا تعمل على تعتمد على حادثة التحريض الكهربائي. ماذا يحدث عندما نطبق توتر متناوب جيبي على الوشيعة الأولية؟ هذه الوشيعة أعزائي الطلاب سوف تولد حقل مغناطيسي. هذا الحقل المغناطيسي يكون متناوب، أي متغير في الجهة والشدة. إذن بسبب أنه يكون متناوب، لأن التيار الذي يمر هو تيار متناوب، إذن سوف يتولد داخل الوشيعة الأولية حقل مغناطيسي. هذا الحقل المغناطيسي سوف يمر عبر الحديد، لأن النفوذية المغناطيسية للحديد أكثر بكثير من النفوذية المغناطيسية للهواء، أي أن الحقل المغناطيسي في مجمله أو في معظمه سوف يمر عبر الحديد، إلا جزء قليل سوف نخسره، ولكن نقول نفترض أن كل الحقل المغناطيسي يمر عبر الحديد، لأن الهواء لأن النفوذية المغناطيسية للحديد تكون أكبر. إذن سوف يمر هذا الحقل المغناطيسي عبر الحديد، الحقل المغناطيسي، ويصل إلى الوشيعة الثانوية. السلك المستخدم في الوشيعة هو سلك معزول أعزائي الطلاب، إذن التيار الكهربائي لا ينتقل عبر الحديد، إنما فقط الذي ينتقل هو الحقل المغناطيسي. إذن الحقل المغناطيسي سوف ينتقل عبر الحديد ويصل إلى الوشيعة الثانوية، وبما أن الحقل المغناطيسي متناوب أي متغير، سوف يؤدي إلى نشوء تيار متناوب متحرض، لكن هذا التيار المتحرض أيضا يكون متناوب في الوشيعة الثانوية. إذن هذا هو المبدأ، الوشيعة الأولية تولد الحقل المغناطيسي، الحقل المغناطيسي يصل إلى الوشيعة الثانوية، الوشيعة الثانوية يتحرض بداخلها تيار، يكون نبض التيار في الوشيعة الأولية هو نفسه نبض التيار في الوشيعة الثانوية، لأن الحقل المغناطيسي يكون متناوب، فيجبر الوشيعة الثانوية على أن يتولد بداخلها تيار متحرض يكون تيار متناوب. إذن هذا هو مبدأ عمل المحولة. إذن مبدأ عمل المحولة، يتولد حقل مغناطيسي، باختصار يتولد حقل مغناطيسي متناوب في الوشيعة بسبب الوشيعة الأولية، ينتقل عبر الحديد لأن نفوذيته أكبر من نفوذية الهواء، ويصل إلى الوشيعة الثانوية فيتولد فيها تيار متحرض له نبض وتواتر التيار في الوشيعة الأولية، وهو مبدأ عمل المحولة الكهربائية. الآن استنتاج العلاقة بين القوة المحركة الكهربائية في الوشيعة الأولية والقوة المحركة الكهربائية في الوشيعة الثانوية. إذن استنتاج العلاقة بين القوة المحركة في الأولية والثانوية، أي استنتاج نسبة تحويل المحولة. أعزائي الطلاب، إن القوة المحركة الكهربائية التحريضية
المتحرضة في الوشيعة الأولية تعطى بالعلاقة. إذن القوة المحركة الكهربائية في الأولية نرمز له بالرمز إبسلون بي يساوي ناقص إن بي في دي فاي على دي تي، وهو قانون التحريض لفاراداي. قانون التحريض لفاراداي يقول أن القوة المحركة الكهربائية أو فرق الكمون يساوي دي فاي على دي تي، ولكن بسبب وجود عدد من اللفات إذا يجب أن نضرب بإن بي، وناقص هي تحقيق لقانون لينز كما رأينا في درس التحريض. أن الحقل المغناطيسي أو هذا التدفق المغناطيسي سوف يصل إلى الوشيعة الثانوية، فتكون القوة المحركة الكهربائية المتحرضة في الثانوية تعطى بالعلاقة إبسلون إس تساوي ناقص إن إس دي فاي على دي تي. طبعاً بإهمال المقاومات الأسلاك وإهمال الضياع في الحقل المغناطيسي يجب أن يكون التدفق الذي نشأ في الوشيعة الأولية هو نفسه التدفق في الوشيعة الثانوية. بالنسبة للعلاقتين ES على EB ننسب العلاقتين، نجد ننسب أي نقسم الطرف الأول على الطرف الأول، إذن إبسلون S على إبسلون P يساوي ناقص ان اس دي فاي على دي تي على ناقص ان بي دي فاي على دي تي. اعزائي الطلاب، نحن افترضنا ان الحقل المغناطيسي لا يوجد فيه ضياع في الطاقه، معناته تغير التدفق الموجود عند الثانويه هو نفسه تغير التدفق عند الاوليه، اذا نختصر دي فاي مع دي فاي وناقص مع ناقص، فيكون لدينا ابسلون اس على ابسلون بي يساوي ان اس على ان بي. نقصد بإبسلون إس هو القوة المحركة الكهربائية، وإبسلون بي هو القوة المحركة الكهربائية. يمكن استخدام التوترات أعزائي الطلاب بدلاً من القوة المحركة الكهربائية، وهو النسبة تبقى نفسها، فيمكن أن نكتب أن يو إس على يو بي، نقصد بيو إس هي التوتر المنتج في الوشيعة الثانوية، ويو بي هو التوتر المنتج في الوشيعة الأولية يساوي إن إس على إن بي. وهو هذا القانون أعزائي الطلاب هذا القانون هو قانون تحويل في المحولات. إذن يو إس على يو بي يساوي إن إس على إن بي، وندعو هذه النسبة بميو وهي نسبة التحويل. إذن ماذا نقصد بميو؟ نسبة التحويل، ويو إس هو التوتر بين طرفي الثانوية أي الخروج، ويو بي التوتر بين طرفي الأولية. الآن نلاحظ التناسب الطردي، إذا كانت عدد لفات الثانوية أكبر من عدد لفات الأولية، إذا إن إس أكبر من بي يكون يو إفكت إس أو يو إس أكبر من يو بي، أي التوتر في الثانوية يكون أكبر من التوتر في الأولية. عندها نقول عن المحولة أنها رافعة للتوتر، أي أن المحولة فقط لأن عدد لفات الثانوية أكبر يكون التوتر فيها أكبر. هذه المحولة تدعى محولة رافعة للتوتر، أي تأخذ توتر صغير وتحوله إلى توتر كبير، ممكن أن يكون يصل إلى عدة آلاف من الفولتات فقط يكون عدد اللفات الثانوية أكبر. وإذا كان NS أصغر من NB يكون US أصغر من UB، أي يكون التوتر عند الخروج عند الثانوية أقل من التوتر عند الدخول، فنقول عن المحولة أنها خافضة للتوتر. تستخدم هذه المحولة خافضة للتوتر في تخفيض التوتر، مثلا في شاحن الموبايل أعزائي الطلاب مثلا يأخذ توتر كبير 220 ويخفضه إلى توتر صغير. أي إذا كان NS أكبر من NB تكون المحولة رافعة للتوتر، أي يكون US أكبر من UB، وعندما تكون NS أصغر من NB عدد لفات الخروج أصغر من عدد لفات الدخول تكون المحولة
خافضة للتوتر، لأن يو إس سوف يكون أصغر من يو بي، سوف يدخل لتوتر كبير ويخرج توتر صغير. إذن المحولات تكون على نوعين، رافعة للتوتر وخافضة للتوتر. نفرض الآن لدينا محولة مثالية، أي لا يوجد ضياع في الطاقة، فيجب أن يكون الطاقة التي تأتي إلى الوشيعة الأولية تخرج من الوشيعة الثانوية، أي الطاقة في الأولية تساوي الطاقة، طبعاً الطاقة الكهربائية في الثانوية، أي طاقة الدخول تساوي طاقة الخروج. أعزائي الطلاب، كيف يمكن حساب الطاقة؟ بضرب الاستطاعة في الزمن، وهو قانون حساب الطاقة، الاستطاعة ضرب الزمن. إذن الطاقة في الأولية هو الاستطاعة الدخول، مثلا نرمزها بالرمز بي بي، نحسب الآن الطاقة الأولية ضرب الزمن، يجب أن يساوي استطاعة الخروج ضرب الزمن. الاستطاعة الكهربائية هو جداء فرق الكمون أعزائي الطلاب في شدة التيار، أي يو بي في آي بي، وهو حساب الاستطاعة في تي، يساوي يو إس في آي إس في تي. إذن نفس الزمن أعزائي الطلاب يمكن اختصاره في الطرفين، إذن تي مع تي، ونقسم الطرفين على يو إس، فيكون لدينا يو بي، نقسم الطرفين على أعزائي الطلاب، نقسم الطرفين على يو بي لاستنتاج نفس العلاقة، أي يو إس على يو بي بهذا الطرف، يو إس على يو بي، إذا قسمنا الطرفين على يو بي، ونقسم الطرفين على آي إس، إذا يساوي آي بي على آي إس. يمكن العودة لنفس العلاقة باستخدام جدال طرفين يساوي جدال وسطين مع اختصار تي من الطرفين، أي الزمن نفسه. إذا نلاحظ التناسب العكسي، يو إس على يو بي يساوي آي بي على آي إس، أي عندما يكون التوتر فرق الكمون في الثانوية هو الأكبر، أي تكون المحولة رافعة، يكون شدة التيار في هذه الثانوية أقل، أي تكون المحولة خافضة لشدة التيار. والعكس عندما يكون يو إس هو الأصغر تكون شدة التيار فيها هو الأكبر. إذن ونعلم أنه يو إس على يو بي، يو إس على يو بي هو ميو نسبة التحويل، وبهذا الشكل أعزائي الطلاب نكون قد استنتجنا قانون التحويل في المحولات. إذن قانون التحويل في المحولات هو ميو نسبة التحويل تساوي يو اس على يو بي وتساوي اي بي على اي اس. اذا النتيجه النهائيه ان المحوله عندما تكون رافعه للتوتر تكون هي نفسها خافضه لشده التيار، والعكس عندما تكون المحوله رافعه خافضه للتوتر تكون رافعه لشده التيار، لانه دائما تناسب عكسي بين شده التيار والتوتر بشرط باهمال المقاومات. بهذا نكون قد تعرفنا على المحولة ومبدأ عملها. نلقاكم في دروسنا القادمة بإذن الله.